والدين ذنبه شنو؟ الآيات ذنبة شنو؟ الله لما نشرع للزول اقطع يد السارق ده حافظ على حقوق الناس ولا ضيع حقوقهم؟ الله لما نشرع للناس ارجموا الزاني المحصن ده حافظ على الأعراض والمرأة ولا ضيعها؟ الله سبحانه وتعالى لما نقول اعملوا دعاك للبطالة؟ الله سبحانه وتعالى لما أثنى على العاملين على الأنبياء على الملوك الصادقين زي سليمان عليه السلام، على الناس اللي بيعملوا في الحدادة زي داود عليه السلام، لما أثنى على يديه هل دعا الناس لأنه يرجع ورا ولا يمشوا قدام؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وفي لفظ ولا تعجزن، دعاك تضيع البلد ولا توديها قدام؟ الله سبحانه وتعالى لما يقول وبالوالدين إحسانا تحسين للكبير وللوالدين، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ده دين بتاع لخبطة ولا دين بتاع خير؟ انت مشكلتك مع الدين شنو؟ لأن عارف انت الحاجة فيه شنو؟ يا تدين الزل المرأة يا خشاب كنن المرأة، الدين ده لما انجى المرأة بدي فنوها جت جوا جوا. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب شنو؟ قتلت، جت دين قال ما تدفنوها، ده أزل الله الدين. الله نزل سورة كاملة، سورة كاملة اسمها سورة النساء، ده زل المرأة الدين، قال لك من مات دون عرضه فهو شهيد، ده زل المرأة الدين، قال لك وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ده زل المرأة الدين، نزل سورة كاملة الله نزلها، الله مويا في دينه نزل سورة كاملة اسمها سورة مريم، تكلم عن مريم عليها السلام، امرأة احترم المرأة، يا ناس يا ناس يا أمة معقولة؟ وفي دولة لا فسائل كذي ما عندها دين، ولو ما عندها دين ده سبب تقدمها، وناس بكوركوديل أحسن بلدك ولا السعودية كذا خلاها أي بلد، طبعا هم محروقين منها، ديل كفار ولا مسلمين سبب تقدمهم شنو؟ هو الخير عند منو؟ الخير عند منو؟ الخير عند لينين؟ الخير عند ماركز؟ ديل خلقوا سيوسيو؟ الخير عند منو يا أمة؟ مش عند الله؟ انت تغضب في الله والله يبتليك تصرخ تقول ما داير دين الله؟ هل تتنجم هنا وبتمشي قدام الموت كمان دي فيها كتمة تعرفه قدام؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. تشوفوا قدام الله جاب لك أمثلة في القرآن، والله الشرك ده في بلدنا دي وفي غيره، الشرك ده شفت يوصلنا مراحل، أنا والله بقول لهم الداري عارف إنه الله حليم، عين لي بلدنا دي بس الداري عارف إنه الله ده حليم، ارجع للكتب لا كتاب والسنة إلى آخره، شوف الـ شوف الـ شوف الـ الشر والشرك والبدع والقباب والشركيات والسحرة والدجالين والطوائف، الطوائف ال 72 الضالة قاعدة في بلدنا، كتاب الكبائر جد بحواشيه وشروحاته جد قاعد في بلدنا كله كله، وبعد ده في المساجد ممنوع الحديث، والبنات متبرجات في الشوارع، وأعمامك الكبار مكسرين ما قادرين يقفوا لله واقفين في الصلاة، يقعدوا في الكراسي وفي النوبات لافين مكرع واحد، دي أمة تمشي لقدام يا أخ، السنن يسخروا بها والبدع مجتهدين فيها، يدقدقوا في النوبات يا أساسين أسى مربي القوم
لطاها تأسى رجال ميمي. الرجال العديل ما نجدوا أجاهد ميمي كمان كلها بدع وبلاوي وطوام. فلما مست العقيدة والتوحيد لم يتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه وأمر أصحابه بالرد عليه. وده الزول يا جماعة، الزول القلب حي ما بيرضى في الله سبحانه وتعالى، ما بيرضى في العقيدة، ما بيرضى في التوحيد. والموضوع ده موضوعنا ده اللي احنا ماسكينه ده، دل شت برا مبهمون من العلمانيين والشيوعيين والإخوان المسلمين والصوفية والروافض، حزب التحرير، جماعة التبليغ، وحزب الأمة، وهو إلى آخره، وداك الاتحاد الديمقراطي والما بعرف، وديل بيجاي وديلك بيغادي، جد ما بهمون الموضوع ده ولا بعنيون للأسف الشديد. بل كلهم تلقاهم إذا تكلمت بالموضوع ده بهيجوا، وقضاياهم كلها دنيا، جد قضاياهم دنيا. الهايين في بلدنا دي كلها يا أخي، بلد قطر بيجي من عطبرة للخرطوم، أجابوا شنو؟ جالي قبة، جالي معصية، جالي فسوق، جالي بدعة، جالي مقرر التوحيد الأبو، جالي شباب توب الداري يمرق نسواننا للشوارع وللشباب، جالي شنو؟ شامبانزين صف وسكر زاد ودولار ارتفع. يا ذلة المسلمين، دولار نحن نباري أمريكا، نباري ديل ناس في الدنيا فشلة، ناس في دينهم متناقضين، ناس بيقولوا الله وبيقولوا ثلاثة، كيف يكون ثلاثة بس؟ كذب في واحد ثلاثة، كذب الراحة كده. ناس عالم يا أخي إلا من رحم الله، ترجف دولة يا قدرة الكبريتة سمى إسرائيل، ناس دين زي دين متناقض بيقولوا الله مالك الكون جد والله فقير ونحن أغنياء. أصدي حلوها كيف هو مالك الكون جد وإنتوا جوا ليهم، وكيف إنتوا تكونوا غنيانين وهو فقير؟ بس دي حلوها كيف؟ قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق إلى آخر الآيات. ودال ناسنا بدل يرجلوا ويشدوا حيلهم ويجتهدوا في دنياهم، يجتهدوا في دينهم، يتعلموا صح، قاعدين يتبطحوا وغلبتهم الشغلة رماها في الدين، قالوا تأخرنا ده جد بسبب الدين، جد بسبب الدين. قال لك ما تشتغل، أولادنا لافين بالباسات وقروش جد مكملينها كريمات، ديل أولادنا ديل يقدموا البلد كذا الدين هخلوه بجنب، يعني انتوا بأرضياتكم دي وكريمات يعني تقدموا البلد؟ بلد جد زراعة تلقى فيها مزارعين لافين، أعمامك كبار عرقانين وأولادهم مبطحين، دي تمشي لقدام دنيا زي دنيا بتمشي؟ أنا تتكلموا كيف يا أخي؟ يا أخي والله الذي لا إله غيره العمل في البلد دي، والله أساءوا للسودان، خلي الإسلام أساءوا له يا أخي، يا أخي رجال أسائل. إحنا لو قلنا الخروج حلال عندنا حرام، كرديت ولا بيت؟ جاء حديث والله الرسول لو قال كفتوك نكفتك، قال خلوك نخليك، قال خروج حرام نقول حرام، قال حلال نقول حلال. نحن ده سيدنا، انت سيدك من؟ ده سيدنا صلى الله عليه وسلم. ناس يا اخي الخروج ده حلال، انا بمرق البنات لابسات بناطلين قدامنا وما يخجلوا يسموا بناتنا كنداكات؟ دي وين الرجال يا اخي؟ يا اخي الديك بيكون في القفص معه 20 جدانه، لو جا ديك ثاني بيلم فيه دم بيبقى بين الديك لانه عنده غيره. ديك انت الديك ارجل منك سايق اخواتك قدام وثوره ومبيتات مع الاولاد ودائر محترمات، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ربطوا جدعوا في نص البحر وقال لهم يا مذهب شك جدعوني
بنات يا اخي يا اخي لو الخروج ده حلال ما كان يمرق الرجال بس تحت شراد وعساكر ووك وقوات تمن رجلين بنات صفقه وكنداكات يا اخي يجيبوها في القنوات يا اخي فضيحه تبا لكم يا اخي يا ويحكم يا اخي يا خديتوا نخرتنا في الواطي يا اخي يا اخي وين يا اخي المضربون المثل يا اخي السودان والرجاله والقوه والعزه وين وين ودار يمشي وين ذاته انا دار عارف دول دار يمشي وين وبيتكلموا باسم منو ذاته باسم الدين الدين ما برضى الشغله دي جيبوها ايه حديث ما بتقدروا علينا عارفيننا نقاش ما بتقدروا علينا